وزيد كنتسنى باش نداحي نتبعد حنايا، كانت شوية الخلعة البارح، جاية اليوم شوية الخلعة. بزاف والله، مع الفيزيك أصلا كيحطوه صعيب وطويل، ما كيحطوهش ساهل دونك. حيت خاصني نتسنى كاع الأمهات كيتسناو خاصني نتسناها باش نشوف شنو دارت. ما نقدرش نصبر في الدار. جيت باش حيت كتخلع وجيت باش نشجعها شوية باش تولي شوية في الامتحانات إن شاء الله، الله يوفق الجميع ويوفق الدراري، كل الأمهات جاو ماشي غير أنا، الأمهات كلهم حتى واحدة ما مشات كيما جينا بقينا. أجواء دازوا عاديين، خدمنا مزيان الحمد لله وننتظروا شي نتيجة مزيانة. بالنسبة للامتحان كان سهل، كان سهل بالنسبة اللي كان فاهم، راه غيجي امتحان سهل ونتمنوا النجاح للجميع إن شاء الله. الحمد لله داز كل شيء بخير، المهم داز أجواء مزيانة، اللي بريبارا غادي يجي داكشي ساهل وصافي. كانت أجواء زوينة وأساسي داك وخا هكاك ديال المدرسة هادي كانوا مزيانين، ما زيروناش بزاف وهادي كمال الله سبحانه وتعالى. أختي امتحان أختي كاع ما في المستوى، داكشي صعيب أختي بزاف، داكشي عمرنا أصلا ما قلعناه، جاو حطوا لنا داكشي. حضروني ثلاثة ونداو معاه، هذوك اللي حاضرين ناس ضريفين مع رمضان عاوتاني انا في الجوع كيبان لك داك الشيء. هو شويه في كهرباء كان شويه صعيب، اما في المتناول هو بالنسبه لي بريباري واللي كان خدام العام كامل راه غيجي ساهل وفي المتناول ديال انا اللي بريباري ديالنا هو اللي غادي يجيب نقطه مزيانه، ولا حتى غيجي داك الشيء صعيب وما غيدير والو. شويه مرات يميك عليك مرات المهم انت ما تعيقش وصافي. يا اخي هذا معاك انت كتفهم غاتخطب ملي كتشوفو جاي ولا هادي كاش حط داكشي اللي عندك ولا ما كان عندك، واصلا انت كتكون داخل يعني متوتر. وجدنا بريباراسيون ولا بدا في قهوه في الزنقه شويه في الدار، داكشي علاش ما درنا والو. صافا هو صعيب حيت ما حطوش النواوي، مي صافا الحمد لله على كل حال الله يسر لهم.